بكم. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، وهذه الوصفة وهي الكيكة ديال الخلاط الكهربائي. هي سريعة وكتجي طالعة وخفيفة وغزالة، ان شاء الله غادي تجربوها وما غاديش تستغنوا عليها. الوصفة هي سهلة واقتصادية، يعني ما كتاخدش مقادير كتير، وكتجي الكيكة منفوخة وطالعة. ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تخلوا لي ميساجات ديالكم. ما تنسونيش باللايكات وبالاشتراكات بالنسبه للاخوات اللي ما مشتركينش، اخوات واخوان بيان سور. كتشرفوني، ويعني زيارتكم لقناتي فهي شرف كبير ليا وحاجه كتفرحني بزاف. باش ما نطولش عليكم غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير اللي هي سهله وبسيطه، مقادير عاديه ديال اي كيكه. انا كنديرها شويه خفيفه. هذه غادي نصوب انا جوج كيكات بالخلاط. الكيكه الاولى غادي نديرها من السما غير بالبنان او بالفاني، كيكه عاديه العاديه الطبيعيه. غادي نحتاج فيها كاس ديال السنيده ديال العنبه، كاس ديال الزيت هو عامر، كاس ديال دانون النكهه اللي بغيتو سواء بنان سواء فاني. انا كنفضل البنان لانه كينكه احسن من الفاني وكيكون مجهد على الفاني. نحتاجو 4 ديال البيضات، 3 ديال الخميرات الحلوه، 2 ديال ساشيه تاع الفاني، والدقيق حسب الخليط. انا ما غنقولش لكم الكميه ديال الدقيق لانه انا عز عليا الكيكه تكون العجينه ديالها مرخيه باش ملي تطيب تجي رطيبه ما تجيش قاسحه. وفي الدقيق درت قبصه ديال الملح، ضروري في الحلويات كديروا ديك القبيصه ديال الملح. غادي نبداو على بركه الله. كلشي غادي نديرو في طراب في الكاس ديال الطحين هاك. وهذا كما كتشوفوا غادي نديرو فيه كلشي. انا هز شويه الكاميرا باش يبان لكم اكثر. نهرسوا البيض ديريكتومون في الكاس. بسم الله. قبل ما نبدا هذه الوصفه انا سخنت الفران على درجة حرارة 170. انا الكيكة كنطيبها على 170 في الفران ديال الضو باش كطيب مزيان من الداخل. وسخنته من الفوق ومن التحت على 170. عندي شالوغ تورنونت اللي هو ده اللي بالفرفارة. انبئ السنيدة. تبعوا معايا الخطوات البنات باش تنجح معكم ان شاء الله. وغادي نديرو الفاني ونطربو البيض مع السنيده مزيان والفاني، عاد كنزيدو الزيت بشوي بشوي. غادي نطرب هاد الخليط ونتلاقاو من بعد. الخليط البنات ديالنا هو هذا، كيجي خاطر صراحه كما كتشوفوا كيجي ثقيل وخاطر. ضفت درت طربت البيض مع السكر والفاني حتى طربوا مزيان وتبدل اللون ديالو ولا الابيض فاتح. هلي ضفت الزيت بشويه كما شفتوا في الفيديو. هلي من بعد ضفت الكاس ديال دانون وطربت مزيان. يعني هاد هادشي كله كياخذ مني تقريبا شي 3 ديال الدقائق ما كايناش. هلي من بعد غادي نخو هاد الخليط في بانيو باش نحركو، لانه مايمكنش لنا نديرو الدقيق ونطربو في مولينيكس لان الكيكه ما غطلعش. كنطيربو غير الخليط فقط بدون دقيق. ملي كنبغيو نخلطو الدقيق كنخلطو في سالاديي ولا في بانيو ولا في اي حاجه كتخلطو فيها الحلوه. المهم المهمه ديال المولينيكس ها هي سالات كما كتشوفوا. غادي نخوي الخليط ديالنا. شتو كيجيو خاطر، كيجي خاطر مزيان. نحتفظ بالكاس لانه غادي نحتاجو باش نطلع فيه عاوتاني الخليط اللي غادي ندير ديال الكيكه الثانيه.
المهم هذا هو الخليط ديالنا. هذه المرحله غادي ندوزو دابا يا ربي يلا شي مشكل. كنديروا فيها ثلاثه الخمارات باش تجينا طالعه مزيان. ضروري المواد الجافه او النواشف كيتغربلوا كاملين باش ما يتكونوش عندنا دوك الكويرات ولا الحبيبات. اللي غادي نبدا بالخليط بالدقيق حسب الخليط. ضروري تبقى الكيكه مرخيه مرخوفه ما تجيش ثقيله. بيتو تعوضوا دانون بكاس ديال الجي دورونج ممكن كتجي ألذ عاود او لكاس الحليب. كنستمر بهذه الطريقة. هذاك الشيء اللي قلت لكم انا ما كنعطيكمش كميه مضبوطه ديال الدقيق لانه كاين الدقيق اللي كيشرب دغيا وكاين الدقيق اللي لا. لهذا نتوما عينكم ميزانكم في الكيكه المهم تكون العجينه مرخوفه. نزل شويه ممكن تضربو مزيان باش تحيد لينا داك الحبيبات الكويرات وكيجي الخليط اوموجين بمعنى متجانس. صافي هذا هو الخليط ديالنا كما كتشوفوا ما درتوش ثقيل انما خاطر وزوين. انا غادي ندهن المول اللي غندير هذا غندهنو بالزبده ونغطيه بالدقيق اللي من بعد غادي ندير فيه الخليط اولا العجين ديال الكيكه. البنات الكيكه ديالنا وجدات كما كتشوفوا ها هو المول وجدتو دقيق زبده ودقيق. البنات نفس الطريقه باش ما نكثرش عليكم نفس الطريقه اللي درنا في الكيكه الاولى. انا دورت كاع الكاميرا هي اللي درت في الثانيه. غادي نشدو هذا الخليط نكبوه في البانيو غادي نديرو الكاكاو بالنسبه اللي بغيتو. انا غندير غير جوج صاشيات كافيين هكا بهذه الطريقه. كلشي كيتغربل البنات النواشف وكرر غربلوهم باش ما يكونوش لكم دوك الكويرات اللي هما كيتسموا لي غريمو ما يكونوش عندكم في الخليط ديالكم. السربيه ساهله تقريبا شحال 10 دقائق كتصاوبي الجكيكات كتدخلي بالفران الجكيكات يعني 5 دقائق الكيكه اللي كتصاوبي وما كيرونوش بزاف. هنا ثلاثه
ساشيات نفس المقادير اللي قلت لكم قبيله في الكيكه الاولى كدير في الكيكه الثانيه. الاضافات هو الكاكاو والتمر، يمكنكم تستغنوا على الاضافات. درت قبصة الملح مع الدقيق بيان سور، وكنغربلو دائما مع التحريك. هذا التمر عندنا كنقطعوه بطريقه شويه غليظه لانه كيذوب في الكيكه، غسلته حيدت له العظم. هذا كيبقى اختياري، كما كتعرفوا التمر صحي للاطفال، ما بغوش لكم. وكاين اللي ما كيبغوش ياكلوا لوليداتو التمر، دي طريقه تخليهم في الكيكه باش ياكلوهم. ملي كديروا التمر في الكيكه باش ما تحرقش لكم كتوركوا عليها بهذه الطريقه باش تدخل شويه في العجينه. صافي هكا وغادي ندخلوا الكيكات بجوج يطيبوا. ها هو الشكل ديالها، هي هادي البنات الكيكات اللي وجدنا ها همايا، كيوجدوا في 10 دقائق بجوج، يعني 5 دقائق للوحده كتوجدي جوج كيكات مختلفين، وحده فيها الكاكاو والتمر وحده طبيعيه. غادي ندخلوهم الفران يطيبوا على حراره 170. الفران سبق وسخناه، ملي غادي يطيبوا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله غادي يعجبوكم. وشوفوا معايا تابعوا معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه كي غتكون. البنات ها هما الكيكات ديالنا وجدوا كما كتشوفوا. هذه الكيكه الاولى كتجي منفوخه الصراحه وكتجي طالعه كما كتشوفوا، كتجي غزاله غزاله غزاله. وهذه الثانيه كما ها نتوما كيجوا غزالين زعما تحمرت الوجه. نقطعهم قدامكم كتجي الصراحه هشيشه. هانتوما كتجي مهويه زوينه رطيبه صراحه، قطعتها وتكيست عليها في التقطاع باش ما تهرش ليا. وهذه الثانيه ديال التمر
اقتصاديه وديال تحمير الثلوجه. شفتوا كي كتجي ها هي كتجي غزاله وكتجي طالعه اقتصاديه زعما كاين هادي راه بقل من 10 دراهم كتخرج لك كيكه كبيره عائليه للضياف. هذه الثانيه كما كتشوفوا كتجي طالعه منفوخه نتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها في ديوركم. هانتوما شتي كي كتجي مهويه هاد الفراغات. المهم نتمنى هاد الوصفه تعجبكم ولا عجبتكم ما تنسونيش بلايكاتكم اشتراكاتكم البنات دعموني وبالتوفيق للجميع احبكم في الله وخليت لكم راحه الله. تهلاو ليا فريوسكم ومع السلامه.